بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، اللهم آمين. فيقول العلامة جمال الدين الأشهر رحمه الله تعالى، المتوفى في سنة 991 من الهجرة: ورخصة ما خالف الدليل مع عذر، وإلا فعزيمة وقع، وسببا شرطا، صحيحا فاسدا، ومانعا مهما يكن ذا واردا. هذه الأحكام تسمى الأحكام الوضعية، والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: إما حكم تكليفي أو حكم وضعي. والحكم الوضعي إما أن يكون سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. واختلفوا هل الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية، على قولين الأصوليين، والأشهر أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية. قال رحمه الله تعالى: وسببا شرطا صحيحا فاسدا ومانعا مهما يكن ذا واردا فالوضع. انظر، مهما يكن ذا، قوله ذا اسم إشارة، والمشار إليه هو الخطاب، والمعنى إذا كان الخطاب واردا حال كونه سببا أو حال كونه شرطا أو حال كونه صحيحا أو حال كونه فاسدا أو حال كونه مانعا، فإن هذا هو الحكم الوضعي. فإن هذا هو الحكم الوضعي. فإذا ورد الخطاب يتضمن سببا أو شرطا أو صحيحا أو فاسدا أو مانعا، فهذا يسمى حكم وضعي، ولذلك قال لك فالوضع. قال: وسببا شرطا صحيحا فاسدا ومانعا مهما يكن ذا واردا فالوضع. فما تعريف السبب؟ السبب يمكن أن تكتب وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، معرف للحكم، وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، وجوديا كان أو عدميا، وجوديا كان أو عدميا. قال لك السبب ما هو؟ وصف ظاهر منضبط معرف للحكم وجوديا كان أو عدميا. انتبه معي، السبب وصف ظاهر، ظاهر يعني ليس ماذا؟ ليس خفي، ليس خفي، ليس خفي. مثال السبب، مثال السبب: القرابة سبب من أسباب النفقة، وجوب النفقة. أسباب وجوب النفقة ثلاثة: القرابة فتجب النفقة للأقارب من الأصول والفروع، والزوجية فتجب النفقة للزوجة، والملك فيجب على الإنسان أن ينفق على حيوان يملكه. كم هذه؟ تسمى ماذا؟ أسباب وجوب النفقة. من أسباب وجوب النفقة ما هو؟ القرابة. القرابة هذا سبب ظاهر، لم يكن السبب المحبة، لم يكن السبب المحبة، لأن المحبة أمر
خفي في القلب، لم يكن السبب الشفقة والرحمة لأن هذا أمر خفي، لكن القرابة أمر ظاهر. ولذلك نقول إن سبب وجوب النفقة هو القرابة، ليس الشفقة وليس المحبة. فهمنا؟ طيب، هذا مثال للسبب الظاهر. إذن السبب يكون ماذا؟ يكون ظاهرا، لا يكون خفيا، فلا يصح أن يكون الشيء الخفي سببا. واضح؟ قال وصف ظاهر. إيش بعده؟ منضبط. ما معنى منضبط؟ منضبط يعني لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، هذا معنى منضبط. أسألك، ما سبب قصر الصلاة؟ ما سبب قصر الصلاة؟ السفر. السفر. لو قال لك قائل سبب قصر الصلاة هو المشقة، نقول هذا غير صحيح، لا يصح أن تكون المشقة سببا لقصر الصلاة. لماذا؟ لأن المشقة تختلف، ففي شخص قد توجد المشقة إذا كان كبيرا أو مريضا أو امرأة، وفي شخص آخر كشاب قوي لا توجد المشقة، وفي زمن قديم توجد المشقة الكبيرة، واليوم صارت وسائل السفر مريحة قد لا توجد المشقة. إذن المشقة وصف منضبط أو غير منضبط؟ المشقة منضبط أو غير منضبط؟ غير منضبط. إذن لا يصلح أن تكون المشقة سببا لقصر الصلاة. طيب ما هو السبب؟ السفر، لأن السفر منضبط. ولذلك حدد الفقهاء السفر الذي يجوز فيه القصر بالسفر الطويل، وهو مرحلتان، هذا منضبط. واضح؟ إذن السبب لابد أن يكون ماذا؟ ظاهر ومنضبط. تمام. قال معرف للحكم. ما معنى معرف للحكم؟ أي أن السبب يعرف ويبين وجود الحكم. واضح؟ فمثلا زوال الشمس يعرفنا ماذا؟ يعرفنا وجوب صلاة الظهر. غروب الشمس يعرفنا وجوب صلاة المغرب. وحل الفطر، وحل الفطر بالنسبة للصائم. طلوع الفجر يعرفنا وجوب صلاة الفجر، وهكذا. واضح؟ إذن نقول بارك الله فيه، السبب لابد أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا. قد يكون السبب سببا وجوديا، وقد يكون السبب سببا عدميا. مثلا أسباب الإرث ثلاثة، ما هي؟ القرابة والزوجية الولاء. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. أحسن. هذا سبب وجودي أو عدمي؟ نقول إذا وجدت الزوجية وجد الإرث، إذا وجدت القرابة وجد الإرث، إذا وجد الولاء وجد الإرث، هذا سبب وجودي. إذن السبب قد يكون وجوديا مثل هذا. واضح؟ ومثل زوال الشمس إذا وجد وجبت صلاة الظهر، وغروب الشمس إذا وجد حل الفطر، وطلوع الفجر الصادق إذا وجد وجبت صلاة الفجر، الملك إذا وجد حل الانتفاع، لأن الملك سبب في حل الانتفاع. واضح؟ هذا السبب أو هذه أمثلة للسبب الوجودي. وقد يكون السبب عدميا. مثال: لا يحل أكل الميتة. لماذا؟ ما سبب عدم حل أكل الميتة؟ الجواب: سبب عدم حل الميتة عدم تذكيتها. عدم تذكيتها. هذا السبب وجودي أو عدمي؟
عدم عدم تذكيتها. إذن عدم التذكية أي عدم الذبح الشرعي، عدم التذكية سبب في حرمة الميتة، واضح ولا؟ نعم. هذا مثال للسبب العدمي. مثال آخر، لا يصح تصرف صبي ومجنون ببيع أو شراء، لماذا؟ لعدم الأهلية. إذن عدم الأهلية سبب في عدم صحة التصرف، هذا سبب وجودي أو عدمي؟ هذا سبب عدمي، واضح ولا؟ إذن السبب قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. نعم. مرة أخرى، ما تعرف السبب؟ ظاهر منضبط معرفة الحكم وجوديا كان أو عدمي. وجوديا كان أو عدمي، وبعضهم عرفه بتعريف آخر فقال ما يلزم من وجوده الوجود. اكتب ما يلزم من وجوده الوجود. قال السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه العدم. واضح؟ واضح هذا؟ ماذا كتبت؟ يلزم من وجود الزوجية وجود الإرث، يلزم من وجود زوال الشمس وجوب الصلاة، تمام؟ ويلزم من إيش؟ يلزم من عدمه العدم، واضح؟ أي يلزم من عدم وجود السبب عدم وجود الحكم، فيلزم من عدم زوال الشمس عدم وجوب صلاة الظهر، يلزم من عدم رؤية الهلال هلال رمضان عدم وجوب الصوم، إلا إذا وجد السبب الآخر وهو إكمال عدة شعبان. فهمنا أو لا؟ أيوة. هذا بارك الله فيك بالنسبة لماذا؟ السبب. لم نعرف السبب في اللغة. السبب في اللغة معناه ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره. مثل ماذا؟ قالوا مثل الباب. الباب، تمام، هذا بيت، هذا بيت، انتبه معي، وهنا الباب، هذا بيت وهذا الباب. أنت إذا تريد أن تصل إلى البيت من أين تدخل؟ من الباب. إذن يتوصل به إلى غيره، فالباب يسمى سببا. الحبل، تمام، يسمى سبب لأنك تتوصل به إلى غيره، هذا في اللغة ما يتوصل به إلى غيره. نعم. ثم قال شرطا، ما تعريف الشرط؟ الشرط بارك الله فيك هو تعليق أمر على أمر كلاهما في المستقبل، هذا في اللغة، تعليق أمر على أمر كلاهما في المستقبل، هذا تعريف الشرط لغة، تعريف الشرط لغة، تعليق أمر على أمر إيش قلنا؟ تعليق أمر على أمر كلاهما في المستقبل، كلاهما في المستقبل، هذا تعريف الشرط لغة. تقول مثلا إذا جاءني، إن جاءني زيد أكرمته، إن جاءني زيد هذا الأمر الأول، أكرمته هذا الأمر الثاني، إن جاءني زيد متى؟ في المستقبل. أكرمته متى؟ في المستقبل. إذن تعليق أمر على أمر في المستقبل هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى شرطا. وأما عند الأصوليين فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، تمام، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كتبت، اقرا. ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده العدم او العدم. ايوه. مثاله الطهاره للصلاه، يلزم من عدم الطهاره عدم الصلاه، تمام، حتى وان كان ناسيا، حتى ولو صلى بلا طهارة ناسيا، لا ما في صلاة. يلزم
من عدم ستر العورة عدم الصلاة، تمام؟ أيوة. ولا يلزم من الوجود، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يكون متطهرا وهو في 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 غير حالة صلاة، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم المشروط، تمام؟ أيوة. هل يوجد فرق بين تعريف الشرط وتعريف السبب؟ ما هو الفرق؟ ولا يلزم من وجوده الوجود أو العدم. السبب يلزم من وجوده الوجود، صح؟ الشرط لا يلزم من وجوده، ولذلك أيهما أقوى، السبب أو الشرط من خلال التعريف؟ السبب أقوى، السبب أقوى من الشرط، لأن الشرط في حالة يلزم وفي حالة لا يلزم، لكن السبب في الحالتين يلزم، يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه عدم، فهو شديد الصلة، واضح؟ بخلاف الشرط. طيب، والشرط طبعا في عندنا يعني يقولون الشرط إما شرط لغوي وإما شرط عادي وإما شرط عقلي وإما شرط شرعي، كم هذه؟ أربعة. إما شرط لغوي، ها؟ هذا الأول، وإما شرط عادي وإما شرط عقلي وإما شرط شرعي، انتبه معي. شرط لغوي ما مثاله؟ الذي مر معنا. نحن ماذا عرفنا الشرط في اللغة؟ تعليق أمر، أيوة، تعليق أمر بأمر، تعليق أمر بأمر، تمام، كلاهما في المستقبل، تمام، هذا شرط لغوي. ما مثاله قلنا؟ البث. ها؟ ما مثال الشرط اللغوي؟ ماذا؟ البث. هذا تعريف السبب لغة. الشرط اللغوي، يعني إن جاء زيد أكرمته، إذن هذا مثال للشرط اللغوي، إن جاء زيد أكرمته، إن تذاكر تنجح، هذا مثال الشرط اللغوي، وهو الذي يدرس في النحو، أسلوب الشرط يسمى. تمام. وقد يكون الشرط عقليا، قد يكون الشرط عقليا مثل الحياة شرط في العلم. كيف يعني شرط في العلم؟ يعني لا يوصف شيء بالعلم إلا إذا كان حيا، فالشيء الذي ليس فيه حياة لا يوصف بالعلم. هل يوصف هذا الكرسي بالعلم؟ لماذا؟ لا، لا يوجد فيه الشر وهو الحياة، واضح؟ هل يوصف مثلا هذا القلم بالعلم؟ لا، لعدم وجود الحياة. فالحياة شرط لوصف الشيء بالعلم، واضح؟ هذا شرط ماذا؟ عقلي. وقد يكون الشرط شرعيا مثل الطهارة للصلاة واستقبال القبلة للصلاة، واضح؟ والنية، النية ركن في الصيام، لكن نقول مثلا في الحج الإسلام شرط في صحة الحج مثلا، واضح؟ أيوة. وقد يكون الشرط ماذا؟ إيش بقي عندنا؟ وقد يكون عادي كاشتراط السلم للصعود إلى السقف. أنت إذا أردت أن تصعد إلى السقف، إلى سقف هذا المبنى، كيف تصعد إليه؟ لا بد من سلم، صح؟ لا بد من سلم أو تقفز، لا يمكن، صح؟ إذن يشترط وجود السلم لارتقاء السقف، هذا شرط ماذا؟ عادي، بمقتضى العادة هذا. أو نقول مثلا إذا أراد على قولهم كما يقولون أنهم وصلوا إلى القمر، الشرط في الوصول إلى القمر ركوب مركبة فضائية، إذ كما يقولون، تمام؟ إذ لا يمكن الوصول إلى القمر إلا بهذا، واضح أو لا؟ إذن هذا شرط ماذا؟ عادي، أي بمقتضى العادة والطبيعة، فهمنا؟ إذن الشرط كم أنواعه؟ أربعة. قال: وسببا شرطا صحيحا فاسدا ومانعا. ما الصحيح والفاسد سيأتي، تمام؟
وفصل فيهما، لكن بقيتها لم يفصل. مانعا، ما هو المانع؟ المانع في اللغة الحائل بين شيئين، الحائل بين شيئين أو الحاجز بين شيئين. المانع في اللغة إيش؟ الحاجز أو الحائل بين شيئين. تمام، الحاجز أو الحائل بين شيئين. طيب ما تعرفه عند الأصوليين؟ عند الأصوليين قالوا وصف ظاهر منضبط، إلى الآن يتشابه مع من؟ مع السبب. وصف ظاهر منضبط، تمام، يعرف نقيض الحكم. يعرف ماذا؟ نقيض الحكم. ما معنى نقيض؟ عكس، opposite. يعرف نقيض الحكم. السبب ماذا يعرف؟ الحكم. المانع يعرف ماذا؟ عكس الحكم، نقيض الحكم. فهمنا؟ أيوة، عكس الحكم. طيب، وصف ظاهر، ظاهر كما قلنا يعني ليس خفيا، منضبط يعني ليس مضطربا، فلا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان. وصف ظاهر منضبط يعرف نقيض الحكم. فالقرابة سبب من أسباب الإرث، لكن القتل يمنع إرث القريب. فالقتل مانع. لماذا مانع؟ لأنه عرف نقيض الحكم. واضح أو لا؟ أيوة. مثال آخر، الزوجية سبب من أسباب وجوب النفقة، لكن النشوز مانع من وجوب النفقة. واضح؟ فالنشوز عرف نقيض الحكم. وقس على هذا، إذن نقول المانع وصف ظاهر منضبط يعرف نقيض الحكم. يعرف نقيض الحكم، أحسنتم. وصف ظاهر منضبط يعرف نقيض الحكم، ولا بد أن يكون وجوديا لا عدميا، ولا بد أن يكون وجوديا لا عدميا. فالمانع لا يكون إلا ماذا؟ لا يكون إلا وجودي، لا يكون عدمي. ولذلك القتل واختلاف الدين والرق موانع الإرث، والنشوز مانع من وجوب النفقة. واضح؟ وقس على هذا، هذه لابد أن تكون وجودية. الأبوة مانعة من القصاص، ولذلك اشترطنا في القصاص ألا يكون القاتل والدا للمقتول. والأبوة أيضا مانعة من حد القذف، ولذلك اشترطنا في حد القذف ألا يكون القاذف والدا للمقذوف. صح ولا؟ والشبهة مانعة من إقامة الحد، فإذا وجدت الشبهة، انظر، وجدت، وجودي منعت إقامة الحد. واضح أو لا؟ والرجوع في الإقرار مانع من وجوب العقوبة. واضح؟ أيوة. إذن المانع لابد أن يكون وجودي، وبهذا يختلف المانع عن السبب. فالسبب قد يكون وجوديا أو عدميا، لكن المانع لا يكون إلا وجوديا. وأيضا الأصل أن كما قلت لك أن السبب يعرف الحكم، أما المانع فيعرف ماذا؟ أما المانع فيعرف نقيض الحكم. ثم نقول المانع ينقسم إلى قسمين. انتبه، هذا يعني ربما فيه تفصيل بسيط لكن أنت تستوعبه إن شاء الله. المانع ينقسم إلى كم قسمين؟ قد يكون المانع مانعا للحكم، وقد يكون مانعا لسبب الحكم. اكتب هذا، المانع قد يكون مانعا للحكم،
وقد يكون مانعا لماذا؟ لسبب الحكم. أحسنت. فالآن الأبوة تمنع القصاص صح؟ تمنع القصاص، هذا يمنع الحكم أو يمنع سبب الحكم؟ يمنع الحكم. مثلا القتل مانع من الإرث، هذا يمنع الحكم. طيب ما سبب وجوب الزكاة؟ النصاب، يعني الغنى. الغنى، إذا ملك النصاب يعني مغتني، صار غنيا صح؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تؤخذ ممن؟ من أغنيائهم فترد على. فسبب وجوب الزكاة هو الغنى، تمام؟ الغنى، لكن بعد ذلك ضبط الغنى بالنصاب، ها؟ ضبط بالنصاب، السبب هو الغنى. طيب لو أن عندنا شخص غني عنده أموال، عنده نصاب، لكن عليه دين، عليه دين، عنده نصاب لكن عليه دين، لو أنه سدد الدين الذي عليه لا يكون غنيا، يقل ماله عن النصاب، تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ واضح، واضح أو لا؟ الآن الحكم ما هو؟ وجوب الزكاة. الدين يمنع ماذا؟ يمنع السبب الذي هو الغنى، سبب الحكم، تمام؟ فالدين الآن يمنع ماذا؟ سبب الحكم، يمنع سبب الحكم، فهمنا؟ ولذلك قال جمهور الفقهاء إن الدين يمنع وجوب الزكاة، قال جمهور الفقهاء إن الدين يمنع وجوب الزكاة. طيب هذا مانع من أي نوع؟ مانع حكم أو مانع سبب الحكم؟ مانع سبب الحكم. طبعا الشافعية هنا خالفوا فقالوا الدين لا يمنع وجوب الزكاة، لا يمنع وجوب الزكاة، عند الشافعية لا يمنع، فيجب على هذا الشخص أن يزكي، لكن عند الجمهور لا. قال وسببا وسببا شرطا صحيحا فاسدا ومانعا مهما يكون داء، قلنا داء يعود إلى ماذا؟ إلى الخطاب. واردا فالوضع، والصحيح في العبادة ما ليس يحتاج إلى إعادة. الآن سيعرف لك الصحيح، تمام؟ عرف الصحيح، بارك الله فيك، عرف الصحيح بتعريفين، انتبه معي، هات القلم. الصحيح عرفه بتعريفين، التعريف الأول فصل فيه بين العبادة والمعاملة، والتعريف الثاني تعريف جامع. ما معنى جامع؟ يعني يجمع العبادة والمعاملة في تعريف واحد. أولا أعطاك الصحيح في العبادة فقال هو كذا، ثم الصحيح في المعاملة كذا، ثم أتى بتعريف آخر يجمع العبادة والمعاملة، عرفت؟ انظر ماذا قال. قال والصحيح في العبادة، إذن هذا الآن سيعرف الصحيح. ما هو الصحيح في العبادة؟ قال الصحيح في العبادة ما ليس يحتاج إلى إعادة. إذن متى توصف العبادة بأنها صحيحة؟ نقول توصف العبادة بأنها صحيحة إذا كانت لا تحتاج إلى إعادة. ومن هنا عبر بعضهم فقال الصحيح في العبادات سقوط القضاء، سقوط يعني لا تحتاج إلى إعادة، خلاص وقعت مجزئة، تمام؟ وبالتالي لو صلى في مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب فإن صلاته توصف بكونها صحيحة لأنها لا تحتاج إلى إعادة ولا يجب عليه القضاء، مع كونه ارتكب حراما ولا ثواب على صلاته، واضح؟ لكنها هل توصف بالصحة أو لا توصف بالصحة؟ نعم توصف بالصحة. قال والصحيح في العبادة ما ليس يحتاج إلى إعادة، وفي سواها، وفي سوى ماذا؟ الذي هو ماذا؟ الذي هو السواء العبادة، ما هو سوى العبادة؟ المعاملة. يعني والصحيح في المعاملة ما ترتب الأثر عليه نحو حل لمس ونظر. يقول لك إن الصحيح في غير العبادات أي في المعاملات
ترتب الآثار على العقد، على المعاملة، ترتب الآثار على المعاملة. فمتى يوصف العقد أو متى توصف المعاملة بأنها صحيحة؟ إذا ترتبت آثارها، وإذا لم تترتب الآثار فلا توصف بأنها صحيحة. وإن كان هناك يعني كلام إن شاء الله في المستقبل تدرسه أنه لا يلزم من الصحة ترتب الآثار، تمام؟ أيوة. لكن الآن يقول لك إن الصحيح في المعاملة ترتب الآثار. مثاله عقد النكاح، يترتب على صحة عقد النكاح حل لمس الرجل للمنكوحة، للمرأة التي تزوجها، وحل نظره إليها. هذا إذا كان النكاح ماذا؟ صحيحا. أما إذا كان النكاح باطلا فإنه لا تترتب عليه الآثار. يترتب على صحة عقد البيع انتقال الملكية، فالمبيع ينتقل من البائع إلى المشتري، والثمن ينتقل من المشتري إلى البائع. إذن حينئذ إذا تحقق هذا الأثر فإن هذا العقد يوصف بأنه صحيح. قال وفي سواها ما ترتب الأثر عليه نحو حل لمس ونظر. هذا مثال للنكاح، إذ يترتب على صحة النكاح حل لمس أحد الزوجين للآخر وحل نظر أحد الزوجين للآخر. هذا بالنسبة للتعريف الإيش؟ التفصيلي الذي يتعلق بالعبادة على حدة والمعاملة بالمعاملة على حدة. الآن سأعطيك تعريفا جامع. قال أو هو، شوف أو يعني أو، أي أو قل مثلا، التعريف للصحيح هو أن وافق ذو الوجهين الشرع في كل من القسمين. إذن التعريف الثاني للصحيح ما هو؟ أو للصحة ما هو؟ قال لك موافقة الفعل، موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. اكتب حتى أشرح لك. موافقة الصحة، الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. كتبته. موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. اقرأ ماذا كتبت؟ موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. هذا ايش؟ الصحة. احسنت، انتبه معي. شوف، في عندنا افعال، هات القلم. في عندنا افعال لها وجه واحد، في عندنا افعال لها وجهان. ما معنى لها وجه واحد؟ يعني لا تكون إلا صحيحة فقط أو باطلة فقط، يعني لا يكون إلا صحيح، لا يمكن أن يكون باطل، لا يكون إلا باطل، لا يمكن أن يكون ماذا؟ صحيح. أعطيك مثال. الظلم، الظلم، هل يمكن أن يكون هنالك ظلم صحيح وظلم باطل؟ لا يكون إلا ماذا؟ لا يكون إلا باطلا. الزنا، يمكن يكون في زنا صحيح وزنا باطل؟ لا يمكن. الجهل، هل يمكن أن يكون هناك جهل صحيح وجهل باطل؟ لا، هذا لا يكون إلا باطلا. إذن هذا له ماذا؟ توحيد الله عز وجل لا يكون إلا صحيحا، صح؟ نعم. إذن هذا بارك الله فيك له وجه واحد. لكن الصلاة، يمكن أن توجد صلاة صحيحة ويمكن أن توجد صلاة باطلة، صح؟ إذن هذا فعل، الصلاة فعل له وجهان. الصوم، ممكن يكون الصوم صحيحا ويمكن يكون صوم فاسد باطل، إذن هذا له وجهان. والحج، تمام، والوضوء. إذن هذه أفعال، هذه أفعال لها وجهان، تقع صحيحة وتقع باطلة. متى تكون صحيحة؟ إذا وافق الفعل الشرع فإنه صحيح. متى يكون باطلا؟
إذا خالف الفعل الشرع يكون باطلا. فقال لك الصحيح موافقة الفعل ذو الوجهين. عندما قال ذو الوجهين أخرج ماذا؟ أخرج ذو الوجه. يوافق ماذا؟ يوافق الشرع. فإذا وافق الفعل ذو الوجهين الشرع فهذا صحيح، وإذا خالف الفعل ذو الوجهين الشرع فهذا باطل. عرفنا؟ إذن هذا هو تعريف الصحيح. فقال أو هو أن وافق ذو الوجهين الشرع في كل من القسمين. إيش معنى في كل من القسمين؟ أحسنت، سواء كان في العبادة أو في المعاملة. ولذلك هذا التعريف أفضل، لأنه يشمل الصحيح في العبادة وفي المعاملة. فتقول الصحيح مطلقا موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، ما عكس الصحيح الباطل. ما هو الباطل؟ مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. تمام. ولذلك قال لك هنا وغيره الموصوف بالبطلان. وغيره أي وغير الصحيح يوصف بماذا؟ بالبطلان وبالفساد. يريد أن يقول لك إن غير الصحيح، يعني هذا الصحيح الذي يقابله، هو الباطل والفاسد. لتفهم أنه عندنا أي معشر الشافعية لا فرق بين الباطل والفاسد، لا فرق بينهما. فالباطل هو الفاسد، والفاسد هو الباطل، لا فرق بينهما. وهذا بارك الله فيه في معظم أبواب الفقه، في معظم أبواب الفقه. وإلا فإنه في بعض الأبواب فرق فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى بين الفاسد والباطل، كالحج مثلا، فقالوا إن الحج يبطل بالردة. وحينئذ إذا ارتد في أثناء الحج يخرج منه ويفسد بالجماع قبل التحلل الأول، وإذا أفسده بالجماع قبل التحلل الأول لزمه المضي في فاسده والقضاء من العام القادم والكفار بدنة، على التفصيل المعروف في كتب الفقه. إذن يوجد فرق بين الفاسد والباطل أو لا؟ يوجد فرق. إذن فرقوا بينهما في بعض الأبواب، في أربعة أبواب ذكرها الإمام النووي، في باب الحج، وفي باب الخلع لو تذكر، عندما درسنا الخلع قلت لك قد يكون الخلع باطلا وقد يكون الخلع فاسدا. فإذا كان عوض الخلع، إذا كان عوض الخلع مجهولا أو كان خمرا فإنه يكون فاسدا ويصح الخلع بمهر مثل، بخلاف ما لو كان لا يقصد، واضح؟ فإن الخلع يكون ماذا؟ باطلا، ويقع الطلاق رجعيا، يقع الطلاق رجعيا. إذن فرقوا بين الفاسد والباطل في الحج وفي الخلع وفي العارية وفي الكتابة بين السيد والعبد، في أربع أبواب. وفي ذلك يقول الناظم هو نفسه العلامة الأشقر، لا فرق بين وعندنا لا فرق بين الباطل وبين فاسد سوى مسائل. وعندنا أي عند الشافعية لا فرق بين الباطل وبين فاسد سوى مسائل، في الحج والخلع كتابة مع، في الحج والخلع كتابة مع عارية عند النواوي والدعاء إلى آخر ما. يعني بعض الفقهاء جماعة الدين الإسنائي أو الإسنوي زاد بعض المسائل، قال وعندنا لا فرق بين الباطل وبين فاسد سوى مسائل في الحج والخلع كتابة مع عارية عند النواوي والدعاء إلى آخر ما قال. نعم. قال وغيره الموصوف بالبطلان وبالفساد. إذن الأصل عند الشافعية التفريق بين الفاسد والباطل أو عدم التفريق؟ عدم التفريق. والفاسد والباطل تعريفهما كما قلت لك مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع،
ولا تترتب الآثار عليهما. فإذا كان البيع فاسدا لا تترتب آثاره، فلا يحل للمشتري الانتفاع بالسلعة ولا يحل للبائع الانتفاع بالثمن. وإذا كان النكاح فاسدا فلا يحل لأحد من الزوجين الاستمتاع بالآخر. تمام. قال لك ولد النعماني، من النعمان هذا؟ أبو حنيفة النعماني. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى الفرق بين الباطل والفاسد، يقول الباطل شيء والفاسد شيء آخر، وهذا يذكرنا بتفريقه بين الفرض والواجب، فهو يفصل. نقول له ما هو الباطل؟ قال الباطل ما نهي عنه بأصله ووصفه. طيب وما هو الفاسد؟ قال ما نهي عنه بوصفه لا بأصله. ما نهي عنه بماذا؟ بوصفه لا بأصله. اكتب هذا عند أبي حنيفة، الباطل ما هو؟ ما نهي عنه بماذا؟ بأصله ووصفه. تمام. والفاسد عندهم ما هو؟ ما نهي عنه بوصفه لا بأصله. بوصفه لا بأصله. تمام. أيوة. طيب انتبه معي، ما نهي عنه لأصله ووصفه قالوا مثل بيع المجهول. بيع المجهول هذا منهي عنه بأصله ووصفه، مثل بيع ما في بطن الدابة، ما في بطون الأمهات، هذا منهي عنه بأصله ووصفه، هذا باطل. هذا باطل. هذا مثال في المعاملات. طيب وفي العبادات؟ قالوا مثل صلاة بلا وضوء، هذا باطل. تمام. ما نهي عنه بوصفه فقط لا بأصله، يعني من حيث الأصل صحيح لكن فيه إشكالية في الوصف، مثل ماذا؟ قالوا مثل بيع درهم بدرهمين. ما حكم بيع درهم بدرهمين؟ أي ربا؟ ربا فضل. بيع درهم بدرهمين ربا فضل. أين المشكلة في ربا الفضل؟ أين المشكلة؟ عدم التماثل. يعني الأصل لو بعنا درهم بدرهم يصح، لو بعنا درهم بدرهمين لا يصح. إذن أين المشكلة؟ هل المشكلة في الدرهم أو المشكلة في الزيادة؟ في الوصف. واضح؟ في الوصف. فعند الإمام أبي حنيفة أن الفاسد هذا ما عاد النهي فيه لا وصفه، وهو يفيد الملك. يعني إذا تم العقد بشكل فاسد فإنه يفيد الملك، لكن الملك الخبيث عندهم، ملك خبيث. واضح؟ يفيد الملك لكنه ملك خبيث. تمام. أيوة. هذا عند الحنفية. أما الباطل عندهم لا يفيد الملك. طيب هذا مثال في المعاملات. طيب نريد مثال في العبادات. قال الباطل في العبادات كما قلت لك مثلا أن يصلي بلا وضوء. تمام. هذا باطل. لكن الفاسد في العبادات قالوا كأن نذر إنسان أن يصوم يوم عيد الأضحى، فمن حيث النذر عبادة صحيح، لكن من حيث إنه في يوم الأضحى فاسد. إذن سبب الفساد لا يعود إلى الأصل الذي هو النذر، وإنما يعود إلى زمن وقوع عبادة الصيام، يعود إلى الوصف. طيب عندنا عند الشافعية لو نذر أن يصوم يوم الأضحى قالوا لا ينعقد نذره، لا يصح النذر، ما في نذر أصلا، لا يصح النذر. لكن عند الإمام أبي حنيفة قال يصح ويلزمه صوم يوم آخر. شوف الفرق. فعند الشافعية لا ينعقد النذر بناء على أنه ماذا؟ باطل. هذا واضح. عند الإمام أبي حنيفة إيش قال؟ قال لا، النذر صحيح لكن الإشكال أين؟ في الوصف. إذن ينعقد النذر ويلزمه أن يصوم يوما آخر. واضح؟
ولذلك فرق. وبعض العلماء يقول إن الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبين الجمهور الذين لا يفرقون بين الباطل والفاسد خلاف لفظي، يعني ما معنى لفظي؟ ليس فيه أثر في الفروع الفقهية، لكن في الحقيقة ذكرت بعض الآثار. وهنا الناظم كأنه يرى أن هذا الخلاف خلاف لفظي، فقال: وغيره الموصوف بالبطلان وبالفساد ولد النعمان ما عنه للوصف نهي ففاسد، والخلف لللفظ فقط عائد. يعني يقول والخلف لللفظ، يعني الخلاف في هذه المسألة في التفريق بين الباطل والفاسد خلاف لفظي لا يترتب عليه آثار. قال: والخلف لللفظ فقط عائد، يعني الخلاف يعود لللفظ فقط. طيب فقط ايش يعرف فقط؟ هذه فقط فاء، قالوا الفاء هذه لتزيين اللفظ، الفاء لتزيين اللفظ، وقط هذه قط، تمام، اسم فعل، اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، اسم فعل مضارع بمعنى يكفي. ومنهم من اعرب بغير هذا، لكن هذا يعني اعراب ايضا صحيح وسهل، تمام. ايوه، والخلف لللفظ فقط عائد. ثم قال: العلم، هذا سيكون مفتاح الدرس القادم، نكتفي بهذا، والله أعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.